فحيصير يعني المتوقع، يعني الى الان ما صار في اعلان كامل للاجراء كيف حيكون، لكن المتوقع انه يكون حيكون في تقييم كل 3 شهور او 6 شهور للموظفين. عدد الموظفين في القطاع الحكومي يتجاوز 1 مليون شخص، فمن الصعب تقييمهم سنويا، فقد يكون التقييم حيكون من خلال ربع سنوي او نصف سنوي، ومن خلال هذا التقييم قد يكون فيه جزاء او عقاب. طيب خلينا نتكلم باكثر واقعيه. يعني توقع استاذ رضوان بانه من العدل انه اللي يقيمك فقط مديرك؟ هذا من ضمن الاشياء اللي المقترح انها تضاف، انها يمكن انت بينك وبين مديرك عدم تفاهم. المدير موظف صحيح. يعني هم الان في هذا في ايضا في هيئه قياس اداء، من ضمن الافكار ان استخدام التجربه الاجنبيه للتجربه، كل مدير يبي له من يقيمه بعد بالضبط، فممكن انك ترفض تقييمك يروح الى المدير اللي فوقه. فلو لو 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 دخلت في حيثيات القرار، اخر شخص ممكن هو يتدخل في تعديل هذا القرار هو الوزير، فممكن انك ترفض ارفع للوزير اذا كان في تظلم على طول. لا ما هو شيء للوزير، الى المرتبه الاعلى تدرج الى ان تصل الى الوزير المعني بالمنظمه اللي انت هذا العدل تعمل هذا عنها. هذا العدل. طيب استاذ رضوان، على طاري التقييم والرئيس والمرؤوسين، هل من الممكن يكون في معايير تقييم المرؤوسين لرئيسهم؟ مقترح انك ترفض، يعني مقترح انك تقيم مديرك ايضا. في النهايه المدير هيبته لن تذهب، ولكن هو موظف في النهايه، يعني قد وغرض التقييم هو تطوير، قابل للتقييم، يعني قابل للتقييم قابل للتطوير. نجحت انت من نجاح مديرك، انت يعني اخفقت ترى بسببه مديرك. تعرف ليش احنا نطرح السؤال؟ لانه غالبا مش غالبا يعني خلينا نقول منطقيا احيانا بعض المدراء يكون بينهم اختلاف في وجهات النظر هو والمرؤوسين اللي عنده، فيمكن يكون في خلل في موضوع التقييم. لكن لطالما انت تقول انه ممكن ترجع للمدير الأكبر منه والوزير، هنا ممكن تكون الصورة تتضح أكثر. بالنسبة لل يعني من ضمن أهداف هذا القرار أنه تهيئة بيئة العمل من أجل الإنجاز. لما يكون كل شيء واضح، أنا لما أقيمك، لما أنت تحصل مثلا على تقييم 5 من 5، يعني أنت حتحصل على الترقية الفلانية، حتحصل على المكافأة الفلانية. لما أنا أقيمك على 4 من 5، أنت حتأخذ كذا. لما يكون عندك عدد معين من الإنذارات، معناها أنت حتفصل. هذا يكون أمر واضح للجميع، سهل أني أنا أعرف. أوكي، يعني أنا لو أنا سويت المطلوب من عندي 1 2 3 4، أنا حوصل إلى 5 من 5. لو أنا سويت 1 2 3، أوكي يعني أنا ما راح أوصل الـ كامل الدرجات. فهذا واضح انك خليك مثلا الان بحكم الوضع الحالي، الزياده السنويه في القطاع الحكومي ثابته، الترقيات قد تكون ثابته. لا، الان مع هذه الاشياء، مع النظام الجديد، ما قد انك تمر عليك سنه سنتين لن تترقى، قد تمر عليك سنه سنتين لن تحصل على زياده. على قد ما تعطي الان القطاع الحكومي تحول الى شبه قطاع خاص. طيب، دام اننا ذكرنا الميزات وذكرنا العقوبات، وش الاجراءات او التصريحات